على كل حال ساعدونا بان احنا لما نقول مفيش بناء من غير ترخيص وما نتجاوز نحافظ على كده. بالمناسبة الرخصة ده عقد بين صاحب العقار اللي بيبني وبين الدولة، عقد يعني التزام. انت بتقولي انا حابني 4 ادوار تبنيهم 10 ليه؟ بتقولي انا حابني 4 ادوار وتحت منهم جراج، ما بتستخدمش الجراج ليه؟ ده عقد لازم تنفذ بنود العقد، عشان اولا يعني عشان مصلحتنا، عشان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، احنا كل ده كنا بنحاول نحل مسائل في العاصمه القديمه عشان ما يتقالش ان الدوله هتروح العاصمه الجديده وتسيب الناس في مصر او في القاهره، وبرضه الاسكندريه الجديده وتسيب الناس في اسكندريه. لا لا، كل الناس في مصر دول فرقه بيتنا، نعمل في كل حته اللي ربنا يقدرنا عليه. قبل ما انسى